فكرة نيوز لليوم حضرتلكم كل الأخبار اللي هيك بال 2018 ما قدرنا نحكيهم، كمان كنا موقفين شوي أبلود. بما أنه نحن دجا حكينا عن حملة تايمز أب، حكينا عن حملة هاشتاج ميتو يلي تحولت لا تايمز أب. هاشتاج ميتو كامبين بلشت مع الفضيحة بهوليوود مع المنتج السينمائي الكبير هارفي واينستين، وصارت ضجة كبيرة بهوليوود عن التحرش الجنسي ضد الممثلات والتعنيف يلي كان عم يتواجد بهوليوود. فقرروا كل الممثلات من الفئة الأولى إذا فينا نقول مثل أنجلينا جولي، سلمى حايك وغيرهم، إنه يحكوا عن هذا الموضوع ويتحركوا. وبلشت الحملة على السوشيال ميديا وكتير قويت، وصار في هلأ القضاء عم يتحكم بهذا الموضوع. تايمز أب هي هيدي الحملة الرسمية لهذا الموضوع. وهلأ عم نشوف كمان الهاشتاج why we wear black، أو ليش منلبس أسود، مثل ما عم نشوف بالجولدن جلوبز ظهروا كل الممثلات والممثلين هيدي السنة بلباس أسود تضامنا مع حملة تايمز أب، يلي هي مثل إذا بدنا نقول خلص الوقت، خلص وقت إنه نسكت عن التحرش الجنسي، خلص وقت إنه نسكت عن الديسكريميناشن، وخلص وقت إنه نكون مظلومين وما نحكي عن هيدا الموضوع. فإذا كلهم ظهروا بلباس أسود، وكان كمان من أبرز الأشياء بالسهرة السبيتش اللي عطته أوبرا وينفري، السبيتش اللي كتير معبر وكل العالم حكيت فيه. وكمان بدي أذكر إنه وعيت إذا فينا نقول المنتجين وال أشخاص بهوليوود المخرجين وعيوا على هذا الموضوع، وقرروا إنه يلغوا كل فيلم عم يتصور عن جديد كل شخص له علاقة بتحرش جنسي أو في ضده دعوة قضائية إنه ما يكون بهذا الفيلم. فإذا كان الممثل كيفين سبيسي بفيلم All the Money in the World، فقرروا إنه يرجعوا يعيدوا تصوير هذا الفيلم قبل ما يعرضوه مع ممثل آخر هو مارك وولبرغ، والممثلة الليد هي ميشيل ويليامز. ولكن الشيء اللي عمل ضجة على السوشيال ميديا هو إنه ميشيل ويليامز الممثلة أخذت كانت بيمثل 0.1% من أجر مارك وولبرغ لإعادة تصوير هيدا الفيلم، الشيء اللي عمل كتير ضجة. ولكن مارك وولبرغ قرر يتبرع ب 1.5 مليون دولار اللي هو أجره لإعادة تصوير هيدا الفيلم لحملة تايمز أب كرمال يفرج تضامنه مع هيدا الحملة. ومن أخبار هوليوود كمان رح نضل شوي بأمريكا. بتاني خبر لليوم، من بعد ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لبعض الأشخاص المتهجرين أو اللي فينا نقول ما عندهم أوراق إثباتية لوجودهم بأمريكا وأهلهم أشخاص متهجرين، قرر CEO تبع شركة أمازون اللي هو من أكبر أغنياء العالم جيف بيزوس إنه يتبرع ب 33 مليون دولار لكل تلميذ ما عنده أوراق ثبوتية بتفرج إنه هو شخص له حق يعيش بأمريكا. تبرع بهيدي المصاري كدراسة لإلون سكولرشيب، منحة دراسية ليتعلموا هدول الأشخاص بما إنه توقف الفوندينج تبعهم. بيتالت خبر لليوم كمان بأيسلند، في هذا الخبر إنه بأيسلند هذا البلد قرر إنه يعملوا الامرأة ممنوع تقبض أجر أقل من الرجل، فصار هيدا الشيء illegal بأيسلند، وكل العالم اعتبروها إنه هي ليد أو الرائدة بحقوق الامرأة. ورابع خبر لليوم عن CVS Pharmacy أو اللي هي أكبر سلسلة فرماشيات وسوبر ماركت بأمريكا، قررت إنه تفرجي على الصور، كل صورة معملها فوتوشوب أو لاعبين فيها قررت تفرجي هيدا الشيء وتقول إنه هيدا الصورة ملعوب فيها، إن كان إذا كانت دعاية دواء أو دعاية برودكت تجميل، فقررت تفرجي العالم إنه هيدا الصورة ملعوب فيها و أدتت يعني لاعبين فيها. وخامس وآخر خبر عنا إياه هو بنوروي يلي قرروا إنه يمنعوا كل فارمز أو إذا فينا نقول مزارع الفرو، قرروا يمنعون من البلد. ومثل ما كنا حكين قبل عن كيرينج والف ام اش يلي قرروا انه ما بقى يستعملوا الفرو الطبيعي او المزبوط، قرروا يستعملوا الفرو الفيك بكل البرودكت بالفاشن. فكمان نوروي انضمت لهم ومنعت كل مزارع الفرو.
هدول كانوا نيوز لليوم، هيك جولة سريعة حول العالم. هلا لحظة.